مفاوضات سد النهضه استؤنفت مره اخرى، وانا الحقيقه يعني اتمنى ان تكون هناك جدوى لهذه المفاوضات تحت الرعايه الافريقيه. استؤنفت ليتم تاجيلها. ايه اللي حصل؟ هي استؤنفت وبدأت بجنوب أفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد استؤنفت على المسار الفني. خلونا نعرف ماذا حدث في هذا الاجتماع. المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، باشمهندس مساء الخير. يعني استؤنفت ليتم تأجيلها، قول لنا حصل ايه النهاردة في هذا الاجتماع؟ ده بالضبط يا فندم اللي حصل النهاردة، بناء على رعاية الاتحاد الأفريقي تم توجيه الدعوة، وكمان ده طبقا للمخرجات الاجتماع 21 يوليو الجاري اللي هو القمة المصغرة الأفريقية. عقد الاجتماع النهارده، والاجتماع النهارده بحقه كان بحضور حضرتك تعلمي كل المراقبين سواء الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد الأوروبي أو دولة الولايات المتحدة والخبراء الأفارقة، وعلى أساسه تم في البداية خالص يعني رسالة سائل واضحة جدا ان احنا عبرنا عن شواغلنا، وخصوصا كمان الجانب السوداني والمصري عن شواغلنا من الاجراء الاحادي اللي تم اتخاذه من قبل الاتحاد دولة اثيوبيا، اللي على اساسها قامت بالاعلان عن ملء اولي لسد النهضة بدون توافق مع دول المصب. وده يعني يثير كثيرا من يعني القلق، وايضا يعني التوجس تجاه هذه الاجراءات المنفرده في ظل وجود المفروض يعني نتكلم عن جولات مفاوضات ونتمنى توافق فيها حسن النيه. في نهايه الاجتماع اللي هو ما كانش طويل، لكن في نهايته تم يعني الاتفاق على اعطاء فرصه للدول الثلاث كل بشكل شخصي او بشكل منفرد ان هو يجري مشاورات داخليه في ظل التطورات الاخيره اللي احنا ذكرناها، وكمان بقدر الامكان السعي للتوصل للحلول اللي عارفها. ويوم 3 اغسطس باذن الله القادم بعد العيد على طول. يعني ايه مشاورات داخليه؟ يعني احنا هنعمل مشاورات بيننا وبين بعض داخل مصر، ولا يعني ايه مشاورات داخليه يا مهندس سباع؟ يعني يا فندم بعض الاطراف رأت ان هو محتاجين تقييم اخر للموقف الحالي بعد المستجدات اللي حصلت. يعني في فرق ان احنا كنا بنجتمع في ظل الاجتماعات او المفاوضات بالاطراف الثلاثه، ولم يكن هناك اي اجراء، ولكن هناك اجراء تم اتخاذه بالفعل اللي هو القيام الجانب الاثيوبي بالاعلان على الملء بشكل منفرد للمرحله الاولى على حد قولهم للسد. وهذا الاجراء يحتاج ان الاطراف الاخرى تقوم بدراسه الموقف بشكل اخر، ويعني وضع رؤيه لها قد تكون تتناسب مع الموقف اللي تم اتخاذه. يعني احنا راجعين المفاوضات يوم 3 اغسطس، ولا ممكن ما نكملش؟ يعني اصل المشاورات الداخليه موقف مصر واضح، احنا عارفين الخارجيه والراي لو قعدوا مع بعض ده موقفهم متطابق. يعني بنتشاور على ايه؟ نكمل ولا ما نكملش؟ لا يا فندم، احنا زي ما حضرتك عارفه ان مصر متمسكه بكل فرصه للنقاش وللتفاوض حتى بعد اعلان اثيوبيا الملء الاحادي، حتى بعد اعلان في ظل دعوه الاتحاد الافريقي. يا فندم دي نقطه لازم تاخذ في الاعتبار، يعني حتى لو احد الاطراف نقدر نقول ان هو اخذ موقف منفرد، بس كمان في رعايه وفي تقدير للموقف الاتحاد الافريقي اللي هو راعي للموضوع، وعلى اساسه يتم خلال الفتره الجايه يعني زياده مساحه النقاشات في هذا الاطار. حضرتك تتكلمي عن جدوى، اعتقد كده تاني ما انا برجع اسال تاني يا فندم على يعني جدوى هذه هذه المباحثات. اذا كان الملء كمل، الناس مكمله، كله مكمل، طب احنا ليه قاعدين؟ الملء اللي تم يا فندم هو ليس تبريرا له، ولكن هذا الملء هو مرحله اوليه 5 مليار متر مكعب، ولكن ماذا عن الباقي؟ ماذا عن السنوات القادمه؟ ماذا عن ان احنا ان كان هناك بعض النقاط خصوصا القانونيه اللي لازم تحسم اذا كان ان كان هناك تاثير لهذا الملء على دول المصب، وخصوصا تاثرت بالفعل دوله السودان خلال الايام الماضيه تاثر كبير جدا بهذا الملء الغير منسق او متفق عليه بين الاطراف. كل النقاط دي محتاجه انها يعني يتم النظر فيها ثانيه، واعتقد ان لازم ان احنا نوصل لاتفاق علشان ابعاد كثير جدا حضرتك تعلمي معظمها. طيب النهارده في البيان السوداني تحدث عن تحفظ السودان تجاه الملء الاحادي، هل
أيضا تحفظت مصر على الملء الأحادي؟ بالتأكيد تحفظت بشكل واضح وتضامنت مع السودان بشكل قوي. إن هذا إحنا مش لازم، إحنا لازم نتحفظ لوحدنا، يعني فكرة إن إحنا نتضامن مع السودان إحنا عندنا مشكلة. طب يا فندم انت حضرتك تعلمي تماما الموقف المصري اللي احنا بنتكلم فيه باستمرار، فاحنا مش محتاجين ان السودان تتحفظ، عايزين نتضامن معاها. ولكن اللي حصل لفظ التضامن اللي انا ذكرته ان هو بسبب ان السودان هي اللي طرحت هذا التحفظ في الاول في بدايه الحديث، فبالتالي حينما يعني نكمل عليه ابدينا تحفظنا شديد جدا، بل اعتراضنا كمان وليس مجرد التحفظ على هذا الاجراء الاحادي المخالف لكل الاتفاقيات والالتزامات اللي هم التزموا بيهم بشكل واضح. وعلى هذا الاساس يعني احنا الدولتين المصاب رؤيتهم متطابقه في هذا الشان. طيب احنا تحفظنا، مصر والسودان تحفظتا، موقف الاتحاد الافريقي ايه وموقف المراقبين ايه؟ قالوا ايه على فكره الملء الاحادي؟ الملء الاحادي بالتاكيد هم نفسهم اتكلموا برضه او شايفين كده ان ده مخالف لالتزام الاثيوبيا في اجتماعاتهم، في وجودهم اصلا الاجتماعات الماضيه. وكانوا طبعا يعني نقدر نقول هذا الاجراء يا فندم يعني واضح للعالم كله انه لن يرضى عنه اي طرف. ايوه هو واضح للاتحاد الافريقي ولا احنا مش حاسين واضح. احنا مش حاسين من اي بيان من الاتحاد الافريقي على الاطلاق او من جنوب افريقيا او حتى من المراقبين ان هم معترضين على الملء الاحادي، ما بنشوفش ده بوضوح يعني يا مهندس سباعي. ما انا ما اقدرش اتكلم على موقف، لا لا انا فاهمه، انا بس بسالك يعني هم يتحدثوا عن موقفهم، لكن انا بتكلم هنا على الموقف العام، الموقف الدولي اللي حضرتك شايفاه اللي رؤيه ظاهره للبيان والعيان وكله، شايف ان هذا اجراء مخالف لكل الاعراف. قصه ان مين يعبر عنه باي وسيله واي طريقه، كل له يعني اسلوبه في التعبير وحسب وقته وحسب التزاماته. إذا عدنا للمفاوضات ويوم 3 أغسطس إحنا راجعين نتفاوض على إيه بالظبط؟ واضحة في اللي إحنا اتكلمنا فيها يا فندم، واضحة نستكمل النقاط العالقة بشكل قاطع وواضح بدون دخول في أي نقدر نقول مماطرة أو دخول في أي يعني عايز خلي لفظ مماطرة هو الأنسب، وده طبقا لجدول زمني ونقاط واضحة يتم الاتفاق عليها. وإحنا كنا يعني حذرنا بتلك يعني بهذا الإجراء سابقا، ويعني إن شاء الله لما نرجع يوم 3 تكون نوصل لنقاط أعتقد إن شاء الله توافقية. هل في جدول زمني يعني جنوب أفريقيا لما أعتقد الوزير أو وزيرة يعني في وزير جنوب أفريقي هو اللي بدأ هذا الاجتماع؟ وزير التعاون الدولي والشؤون الخارجية بالضبط. هل الوزير طرح جدول زمني لهذه المفاوضات الجديدة؟ لا، وزيرة التعاون الدولي والشؤون الخارجية لجنوب أفريقيا هي أكدت على ضرورة الوصول إلى اتفاق ملء وتشغيل يقود في النهاية إلى مرحلة لاحقة اتفاق شامل بشأن التنمية بصفة عامة في النيل الأزرق، وده يستكمل لاحقا. يعني السودان كان بيتكلم على جولة أسبوعين، هل إحنا بنتكلم في الإطار ده؟ يعني نرجع يوم 3 يا فندم ويعني ونشوف الجولة تطول أو تقل على حسب المخرجات أو الشواهد أو البوادر اللي بتتم خلال المفاوضات. أنا بشكرك جدا مهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري. أنا عارفة أن أسئلتي كتيرة، ولكن أسئلتي بتعبر عن الشواغل المصرية، شواغل الناس في الشارع المصري، شواغل المواطنين. أكيد إحنا متمسكين بالمفاوضات، ولكن إلى متى نتمسك بهذه المفاوضات؟ إلى متى نتمسك بهذه الرعاية؟ نحن نحترم رعاية جنوب أفريقيا بالتأكيد كدولة وكشعب ونحن دولة إفريقية، ولكن إيه الحد بتاعنا؟ إيه الليمت بتاعنا للاستمرار في هذه المفاوضات؟ طب ملو الملء الأولاني، طب وبعدين هل هنستمر في هذه المفاوضات حتى الملء القادم مثلا لحد السيزن اللي جاي؟ أنا سريعا عايز أتكلم عن التحفظات السودانية، والحقيقة أن البيان السوداني واضح وقوي، اتكلم على التحفظ على الملء الأحادي وقال أن الآثار السلبية من هذا الإجراء على الرغم من أن حجم المياه التي تم حجزها ليس كبيرا 10% فقط من إيراد النيل الأزرق، إلا أنه تم حجزها في فترة وجيزة. هي دي مشكلة السودان وهي دي مشكلة مصر، لما تملى في فترة قصيرة فيؤثر عليك وعلى محطاتك، مما كان له أثر في تدني مناسيب النيل الأزرق من الحدود الإثيوبية إلى ملتقى النيلين. تدني المناسيب
كان مفاجأة، وده بيان الرأي السوداني، كان مفاجأة خاصة وأن السودان قريبة من سد النهضة ولم يكن هناك تنسيق بين مصر والسودان في هذه المواقف لاختلاف الأثر. مصر لم تتأثر بهذه الخطوة لامتلاك السد العالي، ده كلام السودان، لكن السودان تأثر، وانت ممكن يحصل لك هذا التأثر لو زاد، لو ارتفع تخزين، حجم تخزين المية بالتأكيد بقى هيوصل لك. طلبنا، ده كلام السودان أيضا، لمزيد من التشاور الداخلي وتمت الموافقة. السودان قال لك أنا عايز أتشاور داخليا، وقدمنا 4 مقترحات لضمان نجاح هذه الجولة، إعطاء ضوء أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي أن يتم التفاوض على النقاط العالقة فقط، وأن لا يشمل التفاوض نقاط جديدة. اقترحنا إطار زمني محدد يشمل 2 وإعداد بروتوكولات لتبادل التقارير والبيانات خاصة بين الخبراء والدول المتفاوضة. إذن السودان متحفظ ومصر متحفظة، هو السؤال هنكمل لإمتى على مائدة المفاوضات.